كل الشكر والتقدير والاحترام للفارسة الهاشمية الأميرة حير حسين أدامها الله. وأشكر الأستاذ فارس ريقات على كلمتي. سلطان، كنت الحضن الدافئ لجميع الأندية. نذكرك اليوم بكل المحبة كراية استظل بفيها كل العاشقين، ولواء كتبناه ذرا وعلا يعطر الأرجاء باليمن والبركات، ويزكي في روحه حمية الأحرار وتاريخ البطولة. وفي ذكراك تطلع جديد لبيعة جديدة موصولة بتلك الأهداف التي رصدها فينا، ليكون التوحد الوطني الكبير جامعا لكل أندية الوطن الحبيب. كلمة الأندية يلقيها رفيق الدرب الأستاذ عبد الحليم سمارة، فليتفضل مشكورا. للعلم أنا يعني بعرف الأستاذ عبد الحليم سمارة ما بكتب، برتجل كلماته تجاه. هل يا ترى توقعات تكون صائبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو راعي الرياضة الأردنية لكرة القدم، أيها الجمح المحبوب الكبير، آمنت بالله ربا، آمنت بشره وقضائه خيرا وشرا، آمنت بمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن دستورا. هذا الجمع يؤب عزيز، هذا الجمع جاء يذكر ما قدمه كبير في عشيرته، وكبير في عمله الاجتماعي، وكبير في الرياضة. أبو بكر شخصية رياضية بارزة ومميزة، لو تحدث الخطباء أيام وشهور عن أعمال سلطان العدوان أعتقد لا يوفوه حقه. أقول له باسم الأندية، رحلت، نتمنى لك النومة الهانئة في جنات الفردوس. رحلت وتركت وراءك جمع كبير من الرياضيين يئنون من الألم، يئنون من الفقر الذي لحق بالأندية جميعا وبدون استثناء. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك فقيد الرياضة، الفقيد الذي لا ينسى، الفقيد الذي تبقى الأمة الرياضية والشباب الرياضي يتحدثون باسم سلطان العدوان. يا أبو بكر، أنت صديقي، رحمك الله ورحم كل المسلمين. يا أبا بكر، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل الجنة. يا أبا بكر، لك تحياتي وتحيات الرياضيين جميعا وجميع الأندية، والله يرحمك ويرحم أهلك ويرحم المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ عبد الحليم سمارة. لقد أبدع التراث الفيصلي في رثاء فقيد الوطن، فقيد الرياضة الأردنية. خلينا نشوف ماذا أعد الشباب في هذا المجال. Thank you.
أنا بدي أشكركم كثيراً أيها الأوفياء، بدي أشكركم كمان مرة ثانية أيها الأوفياء، شكراً لكم. يا أيها اليعربين، يا ابن قبيلة عرفت سبيل المجد كيف يدار، كسبت حب الناس بعد ثنائهم، فاستقبلتك ملائكة أبرار، معاً رسمنا السلطان وحيا يصون الفضائل، إذ نحس هنا، إذ نحس هنا بهذا الطيف الجليل الجميل، سأرثيك لا أبغي ثناء، لأني عرفتك شيخا صديقا صادقا لا يساوم. كلمة أصدقاء الفقيد الشيخ عاطف شهوان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أرض أنجبت رجالا تتغنى بها فراقهم، جبالها ووديانها وسهولها. السلام على الروح الطاهرة البقية، روح أخي الشيخ سلطان ماجد سلطان العلي الذياب العدوان. هذا الاسم سيظل ساطعا بما حملته شخصية هذا الفارس الأردني من رجولة وبطولة، وبما أودعته لنا من إرث وكرم وشهامة وإيمان. لقد كان ابن عشائر القلقاء رجل موقف ورجل سياسة ورجل مجتمع، هدفه الأصيل أن يخدم هذا الوطن وناسه والعرش الهاشمي المفدى، متطلعاً إلى رفعة اسم الأردن في كل مجال. متطلعاً إلى رفعة اسم الأردن في كل مجال عربي ودولي، ومواكباً في كل مرحلة من مراحل الوطن لحاجاته، متواصلاً مع ناسه، مسهماً بعملية البناء الوطني في كل لحظة. ما ضعف أمام المال ولا أدار ظهره إلى الوطن. كان رحمه الله نظيف اليد طاهر القلب مترفعا عن الدنايا، غير متملق من أجل من مناصب ولا من أجل المال، فهو أكبر من المناصب ومن المال، لأنه سرير عشيرة عز نعتز بها وسبيل العز، ومن نشأ عزيزا يترفع عن الدنايا وعن أهل الدنايا. سلطان هو ابن عشائر البلقاء التي لا تنحني ولا تخون، والتي سطرت تاريخ الأردن بكل شرف ووطنية وإخلاص للعرش الهاشمي المفدى. أعجز عن تعداد مناقب الشيخ سلطان، فهي كثيرة ومعروفة للقاصي والداني، وغني عن القول أن الرجل كان زاهداً في الظهور، محباً للعمل بصمت وهدوء، وبعيداً عن الضجيج، ولا ينأى بنفسه عن المواقف التي تحتاج للرجال،
فيكون من الأوائل في كل محفل ومناسبة وموقف، وسيسجل للشيخ سلطان أنه حفظ للحمة الوطنية مكانتها خلال عملها الحكومي وفي القطاع الرياضي، وبقي مسعاه الوطني في الحفاظ على الرياضة الوطنية، وبقي مسعاه الوطني في الحفاظ على الرياضة الوطنية كفاعل يحرك الشباب إلى العمل الإيجابي ويعلي فيهم الهمة ويمدهم بروح الأخوة والتوادد، ويمكنهم من أن يصوغوا فهما حيويا عن العطاء يطبقونه في الملاعب وفي حياتهم اليومية. نستذكر الرجل الشيخ سلطان هذا اليوم لأنه يستحق أن يحفر اسمه في ذاكرة كل أردني، لما حملته روحه النبيلة من إنسانية وشهامة وكرم ووطنية مخلصة، هي صفات الأردني الأصيل النظيف الذي يشارك بإيجابية وفاعلية في رفعة وبناء وعلو الوطن. أخيراً وفي ذكرى تأديم أخي وصديق العزيز الحميم أبا بكر، أذكر نفسي والحضور بقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فسلاما لروحك يا أبا بكر، يا من بنيت أعمالك على أساس متين من التقوى والصلاح وعمل الخير، وسلاما على ذكراك العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يسكنك فسيح جناته، وإنا إليه راجعون. وقبل أن أختم كلمتي أتقدم بالرجاء إلى سمو الأمير علي بن الحسين أن يطلق كأس دوري باسم الشيخ سلطان ماجد العدنان تخليدا لذكراه. والسلام عليكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ
شكرا لصديق المرحوم الشيخ عطا الشهوان، شكرا على هذه الكلمة الطيبة. العميد الركن الشيخ عطا الشهوان، شكرا على هذه الكلمة الطيبة. بأمال تضيء الدروب رغم الهول وليل الاقتتال الزاحف، بالنكسة خلف مآذن القدس وأحلام القيامة، عرفتنا بحجم تحديات الجسام التي تواجه الوطن هماً وقلقاً وتفاصيل. فكان هذا التلاحم الوطني المعهود نحو عز الوطن والمواطن في حمى الهاشميين الأبرار كابراً عن كابر، ويحملون بين الجنبين حباً يجدد الحروف لقائدنا المعظم كلمة الأب نبيل حداد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الواحد الأحد. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، أهلنا أسرة الفقيد الجليل، الأحباء أسرة الفيصلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف هنا في هذا المساء ليؤدي لساني بعض ما يجب من الوفاء لرجل مفضال السجايا، ونتوقف لنستذكر فقيدنا، فقيد الوطن الذي كان كوكباً وقاداً عبر عنا لدار المقر والبقاء. جئنا نقدم بعضا من وفاء لرجل كان عنوانا للوفاء للوطن وللأجيال، ولاء وحب لترابه حد العشق. نلتئم في حضرة الذكرى وفينا أيها الأخوات والإخوة إيمان بأن الموت حق، وعندما تصطاد سهام الموت كريماً كشيخنا يكون الحزن والفراغ. وأصدق الشهادات هي تلك التي تخرج كلماتها من لحظات الحزن ومن قلوب محبة كقلوبكم تحب الوطن وشرفاءه. والعزاء أن الشرفاء من الأسلاف ذكرهم مؤبد لا يدفن، وإن كنا ندفن رفاة الأحبة فإن إرثهم باق. شيخنا الجليل أيها العدواني الشريف يا ابن الأماجيد ماجد وسلطان، أيها الذاهب عنا سلام عليك، وسلام إليك وقد عرفت برزانتك كيف ترسي في دواخل عارفيك صور الوفاء والصدق والشهامة، وعرفت كيف تقرن بين كبرياء الرجولة وتواضع الكبار. أبا بكر، ولك من هذه الكنية ودلالاتها كل نصيب، لقد أحزننا رحيلك لأنه سفر
إلى البعيد البعيد، فافتقدك أهلك ومحبوك، والساحات والميادين والمؤسسات الرياضية والشبابية وكل الوطن. نعم، الوطن الذي ننحاز جميعا إليه ومعه ومن أجله، والذي ما كتب على بواباته إلا عبارات الوئام، وما عرفت زواياه إلا المودة، ولم يكن تآخي مسلميه ومسيحييه يافطات ترفع ولا شعارات ترددها الحناجر دون القلوب، بل مسلكاً وسيرةً وسجلاً أردنياً كتبه الأماجد من الأجداد وترجمه الهاشميون، ونحن جميعاً خلفهم أردناً أنموذجاً للدولة العصرية المؤمنة المطيعة للسماء المحبة للإنسان الصادقة مع ذاتها وأمنها وأمتها وتاريخها. فكان وطننا ضمير الأمة في زمن غياب الضمائر، فكفاك أيها العدواني الأصيل أنك بأيام الفخر كنت من فرسانه، كنت محبا لله وللوطن وعاضدا لقائده المفدى. أيها المؤمن بربك وبوطنك وبمغتصنا وبأقصانا وبقدسنا، يا جار النبي المعمداني يوحنا وشعيب ولوط وموسى ساكن الجبل المطل من على نيبو على شونة الخير في ديرة الكرامة والقداسة، يا ابن عدوان العرب الذين وقفوا دوماً على امتداد بلقائنا مع الوطن، ولهم في سجل الكرامة والشهامة صفحة سطروها في وقوفهم بصلابة جبال جلعاد معفور الحيص ذات يوم. فكفاك أيها العدواني الأصيل في يوم كهذا، يوم لك وللوطن، أنك كنت دوماً من فرسانه، من هم مثلك ممن أحبوا إخوتهم وأحبوك مسلمون ومسيحيون من أتباع عيسى بن مريم، فكنت أنت من القادرين على رسم أيقونة السماحة والمودة في وطن هو الأقدس والأقدر على حمل الأيقونة، رسالة من عماننا إيماناً وفهماً وفكراً. لقد ترك غيابك على أرواح الأردنيين وعلى أرواح الرياضيين ومحبيك جميعهم وقلوبهم جرحاً، فأنت جعلت من الرياضة صورة للوطن وواحدة من أدوات الوطن والنشء فيه. كنت في زمن كزماننا صاحب الصيت، فقد آمنت كما يقول الكتاب المقدس أن الصيت أفضل من الغنى الكثير والرحمة خير من الفضة والذهب. سلام على روحك، وأنا أشتريك كما كل الذين أحبوك وهم كثر. كلما أردنا وجها باسما مبتسما كوجهك، وصوتا واثقا مطمئنا ومطمئنا كصوتك، فقد كرست عقودا من ثمانينك وليف، فشيدت وزرعت في قلوب مريديك إعجابا واحتراما، فيتيه بك فخرا كلما ذكروك وتذكروك. المؤمنون لا يجزعون من الموت لأنه أمر الله. لقد كنت مؤمناً يقظاً اضطرم فيك حب للرياضة، ومعه حب للخير والفلاح، فمددت يدك الطيبة لمن سألوا ولمن لم يسألوا.
اليوم يا معالي شيخنا نفتقدك في الوطن، وكيف لا وأنت الذي أدخل على قلوبنا الكثير من السرور والفرح بفوز الفيصلي الزعيم. في غياب الكبار يفتقد عبير حكمتهم، فهم يتركون على القلوب جرحا. لقد كنت بارا بريادتك في الساحة الرياضية والوطنية وبالوطن وقيادته الهاشمية وأهله وشبابه وفيصلينا اللي بدنا كلنا ندير بالنا عليه. كان الفيصلي بيتك كما هو لكل محبيك ومحبيه ممن عشقوا اللون الأزرق ومعه عشق الألوان الأربعة في علم أردننا الوطن العزيز. عشت محموداً محترماً كريماً وقوراً سيداً رياضياً، وجمعت بين الشيخة والرياضة وما بينهما من خلق وروح وروح إيثار وانضباط والتزام وشرف. أبا بكر يا شيخنا لتسترح روحك في مكان راحة، في موضع خضرة، في مقر انتعاش، وليبقى ذكراك إلى الأبد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأب نبيل حداد على هذه الكلمة الطيبة. رسمناك يا سلطان قائداً يصنع الخير ويذود عن شرف الرسالة. نرنو إليك في شموخ الظافرين وإيمان المرابطين، لينتشر النور في الأرجاء وتشرق شمس الأردن ساطعة تبدد كل أشكال الظلام. رأيناك وأنت تسهم في بناء كبير، في بناء مجد تسامى. كلمة رئيس لجنة التابين الزميل الأستاذ محمد جميل عبد القادر، فليتفضل المشهور. صاحب السمو الملكي الأمير علي بن حسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحل الفارس الذي ملأ الأسماع والأبصار في ربوع الوطن وخارجه، تاركاً وراءه إرثاً كبيراً من الإنجازات في ميدان من أهم ميادين العمل الإنساني، وهو ميدان الرياضة والشباب الذي أود التركيز عليه. رحل أبو بكر بعد أن ترك رصيداً من المحبة والاحترام والتقدير عبر عنه الألوف الذين شيعوا جنازته أو أموا بيت العزاء أو شاركوا في هذا التأبين، ومثلوا كل أطياف الشعب الأردني الذي حزن لرحيله، لأنهم يدركون تماماً قيمة ومقدار ما قدمه للوطن. لقد تشرفت بمعرفة المرحوم هذا الرجل الكبير عن قرب منذ عام 1976 عندما كلف بتشكيل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وكان في عز شبابه تملأه الحيوية والنشاط والحماس للعمل في مجال الأندية ولعبة كرة القدم. عملت بمعيته عضواً في الاتحاد الأردني لكرة القدم سنوات طويلة، وأشهد للتاريخ أنه قاد اللعبة حينها رغم الإمكانات المتواضعة بكل حكمة واقتدار. أما بالنسبة للنادي الفيصلي العريق فقد قاده
حوالي 40 عاماً إلى الأمجاد والبطولات التي حصد كؤوسها مراراً وتكراراً، وكان وما زال الفيصلي خير سفير يرفع العلم الأردني في الخارج. لقد كان منتخب النشامى الهاجس الأول للفقيد الذي أعطى اهتماماً للمنتخب وهو رئيساً للاتحاد أو كان خارجاً للاتحاد، وقبل ساعات قليلة من رحيله أراد أن يطمئن على فريقي النشامى والفيصلي، مما يجعلنا ندرك مقدار محبته لهما المنتخب والفيصلي الذي كان عشقه الأول. ولن ينسى أحد منا كلماته الأخيرة: ديروا بالكم على الفيصلي. لقد سافرت مع المرحوم بإذن الله الشيخ سلطان ماجد العدوان في العديد من رحلات منتخب النشامى للخارج أو مع النادي الفيصلي، وكنت أرى وألمس مدى مكانته والتقدير والحفاوة التي يلقاها من قادة الرياضة وكرة القدم العربية والآسيوية. فقد كان شخصية محببة، فعالة، رزينة، قوية، جريئة، صريحة، وأفكاره كانت مفيدة واعية، وكلمته كانت واحدة، وحسه الوطني والقومي العربي كان عاليا. لم يكن الشيخ سلطان للفيصلي وحده، وإنما للجميع ولكل الأندية بدون استثناء، وكان داعما للإعلام الرياضي، سخيا في دعمه، وزملائي في هذا الإعلام يدركون ذلك. لقد شغلت القضية الفلسطينية كثيرا، وكان من أكثر الداعمين للرياضيين الفلسطينيين والرياضة ولعبة كرة القدم هناك، وزار فريق الفيصلي فلسطين عدة مرات، لعب هناك مع العديد من أنديتها دعما لهم ولصمودهم وتعبيرا عن تلاحم الشعبين الشقيقين. وقد زار الفقيد الراحل غالبية الأراضي الفلسطينية دعما لأبنائه وإخوانه وزملائه هناك، خاصة في مدينة القدس. واسمحوا لي يا سيدي في هذا المقام الإشادة بكافة زملائي في لجنة التأبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا للمساهمة في تخليد ذكرى الفقيد الغالي وعملوا بروح الفريق الواحد. مهما قلت أو تحدثت عن الفقيد الغالي فلن أعطيه حقه، لقد كان رمزا وسيبقى رمزا للإخلاص والعطاء والإنجاز للوطن وأبناء الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة التي كرمته خير تكريم خلال مسيرته. لقد كان الشيخ سلطان منارة مضيئة أضاءت للعبة والمنتخب والفيصلي، مما يجعلنا نرجو ونأمل من قادة النادي مستقبلا أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا للحفاظ على تراث وإنجازات قائدهم الراحل رحمه الله وأحسن إليه وجعل مثواه الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد جميل عبد القادر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لحفل التأبين. يا أبوي، يعني بدي أرحب بحضور رغم ظروف صحية صعبة بحضور الفنان الأصيل، فنان الأردن الكبير، الأستاذ متعب السقار، اللي راح نشوفه الآن رثاء للشيخ قبل أن ننتقل لكلمة العائلة، العائلة التي كانت تشتاق للفقيد وهو مشغول في العطاء لرياضة الوطن. يا أبوي، خلينا نشوف متعب السقار. Hey.
الذود وين الذود يا راعي الذود قف وراح بين حكم المقادير والعرق جف العرق والسيبة العود والحزن يجفي للدلال المباهي سلطان يا طار الحلاحيل والجود يلي هديت الحب والطيب والخير سلطان من مثلك من الناس مفقود يا سيف من روس السيوف المشاطين سلطان راس المجد والشام خطوط سلطان كان العزل الجار ومجيد ويا وجد حالي فيك وعيوني شهود يلي بغيابك ينزف الدمع ويحيد يا الوافي اللي ما لفى منه مفقود يا حر لا من هدم غير يطيب مرحوم يا سلطان يا كف ممدود راعي المواقف ما لفى منك تقصير وما غير ذكر الطيب باقي وموجود وصيت خالد لرجال المناعي ويبقى عوضنا بالذي يتبع العود هذا بكر إرث الرجال المشاهير الطيب عقب طيب والساس محمود والرأس عقب رأس من بذرة الخير فعلا الطيب عقب طيب يا ابوي صولجان المجد في يدنا وشاره العز تزهو في مفارقنا انت الوصم في اشواقنا انت الحنين يضج في احداقنا انت الوشم يبهرنا بكل العشق يا نحلنا الصوفي يا عقد محار يشع في أعناقنا يا نخلة ثمار العز في زمن العجاف من السنين يا حادي الركب الطويل كل القبائل ترتوي من دمعنا يا بوي علمتنا أن الشهامة والوفاء لا تسكنان في النفس الذليلة يا أبوي يا أبوي بدي أترك الكلمة للعائلة السيدة ريم سلطان العدوان فلتتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، أيها الحضور الكرام، عائلتنا الكبيرة أحباء والدي سلطان ماجد الإدوال الذين لم تترددوا في مشاركتنا على فراق عمود البيت وعمود البلقاء، عمود الرياضة وشيخ العرش الأزرق. اليوم وبنيابة عن أسرتي أبناء وبنات سلطاننا، سأتحدث عن سلطان الأب الذي لطالما كان أباً ليس فقط لأبنائه، بل غمر حبه وحنانه عائلته الكبيرة وعشيرته الحبيبة ووطنه السامي وناديه الغالي وعشاقه الأغلى، وامتد ليصل أشقاء لنا في بلاد عربية شقيقة. إخوتي وأخواتي، غيرة سلطان الأب علينا ومحبته لنا غمرتنا جميعا، فلنناجيه معا ولنقول له: يبا يبا يا نبعا للحنان لم يجف، نبعا أشبعنا وأروى أولادنا وكرم على أحبتنا ووصل لمن لم يلقاك، فهبوا ليقياك وكرموا بصلاتهم وصدقوا بدعائهم وشاركوا حبهم ودموعهم. يبا أعطيت فأحبوك وقدروك ومن القلب نثروك. يبا يا حبيبنا، يا مصدرا للحب والعطف والحنان، يا سندا اتكأنا عليه مدى الحياة وفخرا به رفعنا رؤوسنا، أبي يا عمودا رفعنا حبا ونجاح ونحرا متجددا من المشاعر التي لم تدخل بيوم على أحد منا ولا على الأحفاد. اليوم نبكيك دما، ففراقك جرح لم يلتئم، ذهبت فضاع الحب والأمان، رحلت ورحل البطل الذي لطالما حقق لنا الأحلام. يبا، سعادة كل فرد من أبنائك كان سرها أنت. أنت أبانا وأبانا قد رحل، ولكننا نعيدك بأن ذكرك يا أبي لن يموت في كل ركن من أركان المنزل وفي كل جلسة رجال وفي التاريخ وبين الجمهور وفي عرشك الأزرق. سنجدك يا أبي في كل فرح وفرج وفزع، في النخوة والهيبة لن نرى إلا أنت يا أبي. يبا يا حبيبنا، الله يقدرنا ليكون على عهدك ووعدك ما حيينا، ولتنور أخلاقك الفاضلة دروبنا، ونربي أبناءنا على ما علمتنا وربيتنا عليه. يبا الله يقدرنا نكون مثلك، فبجانب كرم أخلاقك وعطائك كنت رمزا للكرامة وعزة النفس، وهبت نفسك للعطاء، وكنت مثلا جليلا للتضحية، وكنت دوما الكبير بتواضعه، الكبير بصدقه، الكبير بمساعدة الناس، الكبير برفض الظلم، الكبير بحب الوطن. عاشت فلسطين والقدس في وجدارك، فعلمتنا يا والدي أن نلبس الشماغ الأبيض قبل الأحمر، ولطالما قلت من فخر بكونه منا الله يحييه. يبا اشتقنا لك، فكم أوجعتك دموعنا ولم تحتمل رؤياها، ووهبت حياتك لإسعادنا ووهبت ضحكتك لإنارة حياتنا، وكم من المرات لبست ثوب الطفولة ولعبت معنا وملأت قلوبنا بالمرح والسعادة. يبا اشتقنا لأن تكون بيننا وتكون أطفالا
ولو لساعات قليلة في يومنا. يوبا، دعينا دموعك تنهمر لفقدان الأهل والأحبة، فهل ندخل اليوم عليك بدموعنا؟ يوبا، ذبل الزهر وذبلنا معه، ولكننا نعيدك بأنك ستبقى فينا ما حيينا، قدوة تنور دروبنا، وسيبقى اسمك محفور في قلوبنا وفي تاريخ الزعامة والرياضة والهبوة. ربي شلالي، يستوطن جنتك كما استوطن أعماق أفئدتنا، وتعرش على أحلى ذكرياتنا، وحقق أحلامنا وأحلام ملايين من الأردنيين. هو لم يحرمنا شيئا في الدنيا، فلا تحرمه أعلى مراتب جناتك. شكرا للسيدة ريم سلطان العدوان. مرت 40 يوم على رحيل الفقيد، وأنا بالمناسبة هاي السنة تمر 40 سنة وأنا أقرب المقربين للشيخ الكبير، سنوات أعتز بها. وبدي أقول كمان يوبا، اشتقنا لك كمان. سلم على الشهداء اللي معك. بعد رحيل الشيخ أنا بقي لي الربع الخامس رحمه الله. عندما أسرج سلطان ماجد العدوان خيله، أقسم بجلال الله أن كل يد تمدد لهذا الوطن لن يكتفي بقطعها بل بحرقها. الفارس مدجج بالانتماء، يجيد السير في المسالك الوعرة، لا يعيقه رمل ولا حصى ولا صخور ولا جبال، لا يعرف إلا العطاء، مجبول بهذا العطاء مفطوم عليه، يعرف أن طريق لن تكون مفروشة بالورود إلا أنه قادم من مضارب الشيوخ والشموخ، دائماً على وعده بأن يدك حصون المستحيل ويهدم قلاع التحديات. يصل الخيال إلى الفيصلي النادي والبيت ومضارب الزعامة، وهناك أدعق سلطان العدوان قهوته العربية التي عطرها الهيل، ليعلن عن بداية المشوار ويطلق مسيرة الإنجازات وعمادة الأندية، ليرفع لواء الزعامة في قلعة الأمجاد الزرقاء. لأبيك يا بكر سحائب رحمة، نرجو له الرضوان والغفران، بالله عليك أن تلقي الرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة، أيها السيدات والسادة، يغمرنا الحنين ويشدنا الشوق ويحترق
القلب لوعة وتخلط المشاعر وتكفح الدنيا في عيوني وأنا أقف هذا الموقف الجلل لكي أتحدث عن قدوتي عن ملهمي عن صانع السعادة لنفسي ولأهلي وعشيرتي ومحبيه عن الرجل الذي ملأ فضاءات الوطن فكراً وعملاً ومجداً وكفاحاً وإنجازاً عن صانع أمجاد الفيصلي وكاتب التاريخ لهذا النصر الذي لا يرضى سوى التحليق في سماء المجد عن الكبير وشيخ القبيلة عن الحكيم وصاحب الفكر العالي عن والدي سلطان العدوان هذا الشيخ الشامخ أتحدث اليوم تخلقني العبرات ويلفني حزن الدنيا وأكاد لا أقوى على توظيف كلماتي لكي تسعفني بأن أعبر عما يجيش في نفسي من مشاعر نابعة من صميم القلب عن شخصية اتفق على محبتها الجميع فكيف والحديث هنا عن والدي الغالي الذي أحتاج وقتا طويلا أختصر من خلاله مسيرة طويلة من عمر الزمن ميزت عطاء الشيخ سلطان العدوان منذ أن بدأ مسيرته الرياضية لاعبا مثل الفيصل ومنتخبنا الوطني في العديد من البطولات واللقاءات المختلفة وساهم في الإنجازات التي حققها الجيل القديم من نجوم الزمن الجميل في ظل إمكانات متواضعة وخاض في دروب الكرة إدارياً ورئيساً لاتحاد كرة القدم في أصعب الأوقات قبل أن يبدأ مرحلة طويلة من العمل والجد والكفاح رسم من خلالها مسيرة النادي العريق بريشة فنان وقاده إلى تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات المحلية والعربية والآسيوية ستبقى شواهد مشرفة على مسيرة هذا الإبداع تحدث عنها أقطاب الكرة الأردنية وأقطاب الكرة العربية الذين كرموا الشيخ سلطان العدوان بأن منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم وسام الإبداع لمساهمته الفاعلة في تطوير كرة القدم على الصعيدين العربي والآسيوي لم يكن الشيخ سلطان العدوان رئيسا للنادي الفيصلي فحسب فقد كان يحمل هم الأندية كلها يدافع عنها بقوة وجراءة ويطالب بمعالجة أوضاعها ومداواة أوجاعها لإيمانه بأن المنتخب الوطني القوي هو نتاج أندية قوية وفاعلة وكثيراً ما وضع إمكانيات النادي الفيصلي لتصرفات كل الأندية لا بل أن محبته للجميع وسعت حتى الأندية العربية الشقيقة التي كان والدي يحرص على مشاركتها في كل مناسباتها وخصوصاً الأندية الحبيبة في فلسطين الغالية التي لها مكانة وأي مكان في قلب الراحل الكبير مثلما تعددت اهتماماته وتوسعت حجم مسؤولياته فكان الرياضي ورئيس الاتحاد المزارعين والنائب في البرلمان الأردني والوزير في حكومة الأمير المرحوم زيد بن شاكر وشيخ العشيرة الذي كان الملاذ ومصلح ذات البين بين الناس وماذا أتحدث عن الجانب الإنساني في حياتك يا شيخنا وقدوتنا يا رفيقنا وصديقنا يا والدنا وحبيبنا يا
يكفيك فخرا أنك تركت من بعدك نهرا من الحب المتدفق تختزنه أفئدة هذا الجمع الكريم، الجمع الطيب الذي احتشد اليوم لكي يبادلك الحب بمثله والوفاء بالوفاء وعهد الصادقين الأنقياء الأنقياء بأن نسير على ذاك النهج الذي رسمته لنا وأن نعبر بسفينة الفيصل الذي أفنيت عمرك من أجله إلى شواطئ المحبة ومرافق الأمان ليبقى النسر الأزرق كما أردته صانع الأمجاد لا يهوى سوى التحريق في أعلى القمم. أيها الحفل الكريم، التقينا اليوم على حزن كبير وفقد جلل عظيم، وأي حزن أكبر من حزن يجمعنا وفقيدنا هو الراحل الرجل الوارث العباء والخيمة كان أبا بكر، والمنارة والملاذ كان بعد الله، لرجل ولا كل الرجال، ولقامة وطنية سابقة تنحني أمامها كل القامات. فإن ذكر رجل دولة، وإن ذكر شيخ العشيرة، وإن ذكر زعيم الأندية، فسلطان العدوان هو العنوان، وسلطان العدوان هو الكبير مواقفا والجليل حضورا والنقيم سيرة وسريرة. يا والد الحبيب، يا قدوتي ومعلمي وملهمي، انطفأ السراج وجف الدمع في الماضي، لكننا لن ننساك أبدا، فعلى خطاك نسير، عائلتك الصغيرة تلهج إلى الله بالدعاء أن يجعل الجنة مثواك، وعائلتك الكبيرة في النادي الذي عشقت والتي منحتني شرف حمل أمانة المسؤولية ورئيسا للنادي الفيصلي تعاهدك بأن نسير على الدرب ذاته التي جعلت من الفيصلي أهزوجة جميلة ترددها الملايين، وكما قلت ذات يوم اللي برفع راس البلد النادي الفيصلي. وعهد الرجال يا والدي أن يبقى الفيصلي كما أردته دوما كبيرا قويا عظيما منجزا، وسنبقى وسنبقي وصيتك الأخيرة وأنت على فراش المرض ماثلة أمام أعيننا، محفورة في قلوبنا، مرسومة على جبيننا. دير بالك على الفيصل. في الختام أتقدم بعظيم الشكر وكبير التقدير لمولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي غمرنا بحبه وحنانه عندما وقف وقفة الهاشميين الأخيار وشاركنا أحزاننا في مصابنا، وإلى سمو الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد وسمو الأمير علي بن الحسين، وإلى أصحاب سمو الأمراء والأميرات وأصحاب الدولة والمعالي، وإلى كل الأسرة الأردنية الواحدة، وإلى الأخوة في لجنة التأبين الذي عملوا ليلا نهارا من أجل أن يخرج هذا الحفل بمثل هذه الصورة الجميلة. وإليكم أنتم أيها الأحبة الأخوة والأخوات الذين حضرتم اليوم لتستذكروا معنا سيرة الراحل الحبيب سلطان العدوان، لكم مني ومن أسرته كل الشكر والتقدير والمحبة الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد بكر سلطان العدوان رئيس النادي الفيصلي على كلمته. في الختام أتوجه بجزيل الشكر والتقدير
والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير علي بن حسين قائد مسيرة كرة القدم الأردنية باقتدار، وأتوجه بكثير الشكر إلى أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة على هذه المشاركة. أدام الله الأردن بقيادته الهاشمية المظفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول منتخب قوي ودك أندية قوية، لذلك أتمنى على اتحادنا وعلى سمو الأمير علي أن يعيد النظر في قوانين وأنظمة الاحتراف، ودائما أقولها بدون أندية قوية ما في منتخب قوي. ونظرا لما يمتلكه معالي الشيخ رحمه الله من حنكة وخبرة وقيادة، فقد عينه المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال عضوا في مجلس الأعيان، والمسمى في ذلك الوقت المجلس الوطني الاستشاري، منذ عام 78 ولغاية 85، وترأس كذلك مجلس سلطة وادي الأردن منذ عام 77 ولغاية 92. وبالعودة إلى جانبه الرياضي، فقد ترأس رحمه الله الاتحاد الأردني لكرة القدم منذ عام 83 ولغاية 86، فاستطاع بفضل خبرته الرياضية الواسعة من تطوير المنتخب الوطني والأندية المحلية، كما ساهم باستحداث بطولة كأس الأردن ودرع الاتحاد وكأس السوبر عام 80، والتي ساهمت بزيادة المنافسة بين الأندية الأردنية، مما انعكس إيجابيا على المنتخب الوطني. شغل معالي الشيخ سلطان رحمه الله منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية منذ عام 82 ولغاية 87، وفي عام 89 خاض معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان رحمه الله التجربة الانتخابية لمرة واحدة، فقام بترشيح نفسه نائبا عن محافظة البلقاء، وأصبح عضوا في مجلس النواب الأردني، فساهم خلال هذه الفترة من تلبية احتياجات المحافظة وتحسين خدماتها وإيصال صوت المواطنين، وفي عام 92 أصبح وزيرا للدولة في حكومة دولة رئيس الوزراء زيد بن شاكر رحمه الله. وفي العشرين من أيار من عام 92 عاد معالي الشيخ سلطان رحمه الله رئيسا للنادي الفيصلي خلفا لشقيقه المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ مصطفى ماجد باشا العدوان، فاستطاع خلال فترة رئاسته الثانية والتي امتدت إلى عام 2008 من تحقيق تطلعات الجماهير، فتألق الزعيم محليا من خلال تحقيق عشرات البطولات المحلية والتحليق في سماء القارة الآسيوية، والتتويج ببطولتي كأس الاتحاد الآسيوي ووصيف البطولة الثالثة، كما تألق زعيم عربيا حينما وصل لعدة نهائيات من البطولات العربية بمختلف مسمياتها.
والله ما تجمع ذكر للرموز، رموز البلد، والله ما تجمع لها ذكر بالملاعب. اللي يرفع راس البلد الناس اللي عاش معالي الشيخ سلطان رحمه الله طوال حياته في الأعمال التطوعية والاجتماعية والأعمال الخيرية، وكان يترأس الجهات والعطوات لحل مشاكل الناس وإصلاح ذات البين وإحلال المحبة والوئام بدلا من الخصومة والشقاق. عاد معالي الشيخ سلطان ماجد باشا العدوان إلى رئاسة النادي الفيصلي عام 2008 خلفا لابنه الرئيس الحالي للنادي الفيصلي السيد بكر سلطان العدوان، فحلق الزعيم كعادته محليا وآسويا وعربيا إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى في 22 من ديسمبر من عام 2018. تارك لنا أمانة في رغبة كل فيصلاوي، في كل رغبة، في كل محب للفيصلي أنه يمشي على النهج الذي تأسس عليه النادي الفيصلي وأن لا يحيد عن هذا النهج. نشوفه أنه هو مهتم بالنادي الفيصلي أكثر مما هو مهتم بشؤون البيت. بشؤون البيت كان هو راضي ووصانا أكثر من مرة أنه أكملوا الرسالة وديروا باركوا على الفيصلي لأنه هذا أحد أفراد الأسرة. تهنيف الخمسين سنة هرمان يوقن هرمان الجميع. عند رحيله اختلطت ألوان السماء بالبحر حزنا ونسجت علما سماويا مطرزا بالعز والكرامة يحمل في طياته كل التاريخ والإنجازات والمواقف المشرفة، يحمل معه دموعنا التي حاولنا كثيرا منعها لكنها أبت إلا أن تنهمر، فقد ولد وعاش أيامه والشعار على قلبه ومات وكفن بالشعار، فقد كان وسيظل شيخنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا. وداعا سلطاننا، سنبقى على عهدك ووعدك ماضون وستبقى خالدا في قلوبنا إلى الأبد. من الرسالة، ودير بالك على الفيصل.